الصوالي والمسكين داروا هلو هلو، واليتيم والفقير انا دا ولو ولو، تدبي راح ضيع واحد مع بالو بالو، شعبي تبع بالو بالو، هما داو هتعقلو، يكتتوش بلا فيزا نطير، قولي وينو اقول فقاقيل، لا دايرة حدسوها في بير، في حرية التعبير احنا جبنا لكم خبير، قالوا 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 في جرمانش، قالوا 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 زادوا قالوا. السلام عليكم ورحمة الله يا اعزائي الفقاقير، فقاقير لكننا لا نباع ولا نشترى بالملايير يا جدكم. فقاقر لكننا بدون فيزة نطير، سنطير كذلك اليوم في العدد 15 من شقالو في الجرنان. أهلا وسهلا بكم جميعا. حشيشة أخوتي والبارحة كان مسكين تناول الحشيشة التي فيها الحكمة النابتة، الحشيشة الثابتة. بعد جاء مروح على بالك شوارعنا أكل فيهم الظلمة، عقب على واحد الشارع عقضة فيه الظلمة، خرج له واحد الجن أخوتي وحشيشة مسكين ما كانش حافظ القرآن، ولا يقول له صلاة خير من النوم، هذاك ما كان حافظ مسكين. عايز الفقاقير نرحب كل الترحيب بفقاقير لي نيبون جيتكم هاهم في الايروبور تاع سوزوكي تاع ياماها، هاهم في الجابون تاع الهوندا جيتكم طوكيو، هاهم في طوكيو في ناريتا قالوا في الجنان، هاهم تيرمينال ديبارتور مكتوبه غير بالشينوازيه تاع الجابون جيتكم. اسمع قول لهم قول لهم اقول لكم غاني اتش نيسن تشي غوركو تو اتش تونيت وصن جيتكم بطريحه. اهلا وسهلا بكم جميعا، اعطيني الاخرى. هذا واحد فقاقير خاوتي شرا الريحه من لا فرانس بالترنت، شراها بالترنت لك 100 دولار فيها ثقرع ريحه، وصلته لقى بطاطون ولف تسعيد الله اعلم، وباطه فيها الـ فيها الـ فيها العصير. هاي بعث لي حتى لا فاكتور مسكين باش يقول لي هاي لا بروف. يا جدك حنا اخي قلت لك نشريو، حنا نشريو غير مسروق ما نشريو الريحه ب 100 دولار ثلاثه. يا جدك انا بيرسونيلمون تابع للايادي العالميه الخارجيه التي تريد زعزعه الجزائر. بعثت واحد دوريجين يا جدك، ها بعثت واحد دوريجين هذا باش يزعزع الكيان تاعهم تاع المنظومه تاعهم. شوف كيش وصلني للجزائر يا سيدي، وصلني بعثته دبل في، بعثته دبل في قرنجه يا خاوتي. او كيفاش وصلني مسكين؟ ايه والله ما عرفت جدو، لقيته ولا يدير ينصب على تمر جدكم، ولا يدز في الطنابيلات. بعثت دوبل فيا جاتكم باش يدير لهم البلبله، ولا يدير لي في فيلم تاع الرساله في عين صالح الفقاقير. وهدرت معاه البارح، كانوا معاه الناس في عين صالح وعيطوا وذاك، والله اكبر ورشيد نكاز ورئيسنا وذاك، وعيطت ونقولوا رشيد صافا يقول لي طري بيان. بعد كي راحوا الناس قعدنا وحدنا قال لي خرج جدي من هذه البلاد، قال لي اخر انقذوني يا جدكم من هذه البلاد. يا رشيد خويا رشيد، ربي يكون في العون. عند رشيد نكاز بعثناه ثاني دوبل في، وبعثنا ثاني دوبل في نيمار جيتكم، نيمار في بالعكس على القش تاع فرنسا تاع فرنسا، ضرب فيها كارتي تاع ترك في بالعباس مسكين، ما نعرف يلعب الماتش الجاي ولا ما يلعبش. انا حير في جد الجزيره هذه يا عزيزي الفقاقير، الجزيره هذه تاع لي زانجليز حير في جده. منذ اسبوعين طلعت الدرجه 25 درجه مئويه فوق الصفر، سخانه تقتل عايز الفقير. وليت انا ندير هكذا ونشرب تلمو سخانه، درت لي زانغلاس في الماء ونشرب. والبارحه طحت خسرنا 21 درجه عايز الفقاقير في هذه الجزيره تاع لي زانغليز، البرد يقتل نهار طول، وانا معقب انفصل للفرنوات عايز الفقاقير، نهطلوا انا توالي الفرن وهكذا ماسي البودوزم ونسخن. وسيبراتي سمو يكون البرد ومن بعد تكون سخانه، ومن بعد تطلع لك السخانه، تطلع امام الكمبيوتر تاعي طلعت له سخانه، درت له الفنتيلاتور عزيزي الفقاق، درت له الفنتيلاتور باش يبرد المخيخ الالكتروني هذاك تاعو. هذو خوتنا في الاراضي المحتله في فلسطين، تحياتنا اليكم، اعلموا انكم تتابعوننا. لي جون على بالك الدوله المحتله محرم عليهم كلش، ما يدخل والو خاوتي، محرم عليهم
المواد الأولية محرم عليهم كل المواد الأساسية للعيش النورمال. أبا مساكن إيماجيني عندهم البحر، أبا ما يقدروش يشريوا البابر ولا الفلوكات، أبا بنوا بابر بالبوتي تاع البلاستيك. مجموعة من الشباب الفلسطينيين في قطاع غزة في الإبحار بقارب من القنان البلاستيكية المستعملة في ميناء غزة، وقال الشباب إنهم أرادوا أن يقوموا بإنجاز فلسطيني يندرج تحت مسمى صناعة شيء من لا شيء، مضيفين أنهم يهدفون من صناعة هذا القارب إلى لفت الانتباه إلى معاناة أهالي غزة بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل ومنعها دخول المواد الأساسية للقطاع. بس حنايا قال لك عنده ما تحسش، ما درناش بابر، بس درنا البشاميخ تاع بزجاجات البلاستيكيه. هذه تاع الاستعمالات اليوميه، كنت عندك لاسواري ولا كش ما عندك حفله ولا عرس، ما نقول لك طهره، ما نقول لك عرس، تقدر دير واحده بطالون ايكوي في لافون تاع البارشوك. هذو هما احنا الاستعمال تاعنا العقلاني الزجاجيت تاع البلاستيكيات. في كي تقرا دوكا في العالم المتحضر، راهم رايحين للجي 5 عزيز الفقاقير، وحنا التليفونات تاعهم تاع القدم هذوك ولاو يكسروهم وينحوا منهم لي زابيس هذوك. قال لك ميم التليفونات فيهم الذهب، فيهم الفضه، كل واحد فيه ميلي ميكروغرام، راهم يفسدوا فيهم، يكسروا فيهم بالمرطوات ويستعملوا في احنا اوليون كسروهم بالمرطوات، التليفونات القديمه تاعنا قلبناهم مرطوات جدكم. ايه سي محمد، موتوا بغيظكم. إيه احنا عندنا المخيخ تاعنا تاع استعمال الحوائج القديمه، ولا يصوروا في الطرقات تاعهم في لي باركينغ، ولا يصوروا لي زاكسيدات في الحفر 3 دي. هذو الفنانين تاعهم هكذا كيما لقاو ما يديروا، ولا يديروا الحفر في الطرق تاعهم، ما كاينش الحفر في الطرق تاعهم. يعندوا في جدنا، احنا عندنا 4 دي، عندنا نفس الشيء، حفره وطنابيل طايشه في الطرق هذا، بصح اون 4 ديمونسيون، تقدر ميم تلتمسها هكذا. شفت الفرق بين الفنانين تاعنا والفنانين تاعكم؟ موتوا بغيظكم. اهلا وسهلا بكل اخواتي واخواني العتاليس. هذه الجامعه، هذا الماستر شيف قال لك هو المير تاع الجزائري، زي الفقاق هو اللي طريطري با في الجزائر تاع قالما. داروا لهم واسمه الروز، لنوي، المقرونه بالروز. هي اون فيت يعطيها لك هكذا، بصح لازم تحشي باش تكون عندك لي بابي جوستاتيف هذوك، لازم المقرونه تحشيها بالروز هكذا، وتجي مقرونه فوري بالروز. سي محمد بون ابيتي، ماستر شيف تاع الجامعه تاع قالما. هذا وين فهمت انا في الجامعه هذه كاتبين لهم في المرحاض ممنوع الدخول الى المرحاض لانها في خطر، سي نورمال. تحشونهم في الديناميت، سي نورمال تدخل راك في خطر. إيه سي محمد، كلش محسوب في الجامعه الجزائريه اخوتي. هذا إيه سيم طايم زي الفقاقير، ذا ستيل واتشينغ مي، يقولوا في السالفي وهذاك، بس هما ذا ستيل واتشينغ مي زي الفق، وانا طبعا اي ام ستيل واتشينغ تيل ذا اند ان شاء الله. حلم بلادي وين رايحه وبلادي رايحة. السلام عليكم إخواني أخواتي الكرام، تحياتنا الخالصة إلى كل طاقم المغاربية وأوفياء المغاربية، وتحياتنا سبيشال مونيك الأخ مهدي، وحصتك المفضلة لدى كل الجزائريين وهي حصة وش قالوا في الجنان. معكم مواطن من ولاية تيزي وزو. أكيد حلم الجمام الجزائريين اليوم هو أن يرى البلد في سلام ووئام، بلاد في ازدهار، بلاد في طريق التقدم، لكن لسوء الحظ وما نراه هو شيء آخر. أكيد أنه البلاد في وضع مزري جدا، كما تقول الأخ مهدي، يعني بكل صراحة يعني قتلتنا لليجيتيميتي هيستوريك. يا سي محمد ويا سي بوجاللو، هذه هي البلاد. السلام عليكم أخويا غني. الحلم تاعي أنا ما سميهش حلم، أنا نقول أمنية تاعي، أنه يجي نهار نشوفك في بلادك عايش، دير الحصة تاعك من بلادك، تمشي في الطريق العام حرا وطليق، بلا ما تتعرض إلى مضايقات من طرف السلطة،
نهار هذاك نقول عشنا وشفنا يا بلادي. المهم ربي يحفظك اخويا غني والسلام عليكم. السلام عليكم خوتي، حمزة من كندا. حلم بلادي تتسقم ان شاء الله، يخطيونا السراقين هادو، يروحوا علينا، يروحوا علينا من الأ حتى الزاد، من الديريكتور تاعهم حتى البريزيدان تاعهم، باسكو الكوفيرنمون هذا تاعنا جدي بيان او اي فار انكولت، سي ان كوفيرنمون انكولت. اي اخويا مهدي je te souhaite vraiment bonne chance, bonne continuation. انت اللي تليق لهم اي لاش با خويا، راني معاك انا بيرسونالمون، راني معاك حمزه او كندا تو سوتيان ا 100%. السلام عليكم خوتي اي ازول فلاون. السلام عليكم، اخوكم ياسر 26 سنه. حلمي لبلادي صغير جدا مقارنه باسم الجزائر. إن شاء الله بعض القطاعات في الجزائر ستأخذ الإجراءات والتدابير اللازمة بدون ما يخرج الشعب الجزائري ويتظاهر ويضغط على المسؤولين باش يخرجوا له تعليمة وزارية تخص هذا وتخص ذاك في حق من حقوقه البسيطة جدا متمثلة في حق في العلاج والحق في إكمال الماستر والحق في, 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 في العمل. ربي إن شاء الله يهدي كل من عنده مسؤولية صغيرة أم كبيرة كانت، وإن شاء الله يحقوا عبارك أعطي لي كل ذي حق حقه. ربي يحفظنا الجزائر ديالنا وربي يحفظكم كامل خاوتي. السلام عليكم. غاني مهدي خويا، معك أخوك ميرود من مدينة سيدي بلعباس. حلم بلادنا وهو كسائر حلم جميع الجزائريين المثقفين، وهو تغيير النظام الجزائري وبناء دولة ديمقراطية حرة ومستقلة، وتكون عندنا دولة مؤسسات وخاصة مؤسسة العدالة. هاي راني أمامها في محكمة سيدي بلعباس. نبغو العدالة تكون مستقلة وحرة، لأن العدالة من تكون حرة ومستقلة بلا تروح بعيد. والله يعطيك الصحة وبون كوراج. وين رايحة وبلادي شقق عدل جاهزة للتسليم في ديسمبر والأولوية للمكتتبين الأوائل. شتو كيفاش راهم الزراوي فيستيو علينا يا جدكم؟ السي محمد. هذا توزيع 600 سكن ترقوي مدعم قريبا، وسلال أمر الوزراء بكشف حصيلتهم أمام المواطنين. هذه هي النقطة الحساسة في هذا المقال أعزائي الفقاقير. يكذبوا علينا عيناني، وزير يكذب على الشعب. توزيع 600 سكن ترقوي مدعم قريبا. هذو سكنات تعادل، بصح ما يقولش للناس، يقول لهم باللي الناس اللي رايحين يديو السكنات هذو داروا لا دوموند تاعهم في 2001 2002 2003 و2004، 15 سنه وما يستناو. طالبوا بتوضيحات حول نسبه تقدم اشغال مساكنهم. مكتتبو عدل 2001 و2002 يحتجون امام مقر الوكاله بالعاصمه. باش نقول لكم، باش نعطيكم خبر صار، انتم اللي راكم تديروا في عدل 2 وعدل 3 وعدل 4 راح تسكنوا في الضميل 64 اذا سكنتم. المنتحر ضمن الاشخاص الذين اقتحموا مساكن شاغره لعدل، طرد من مسكن كان يشغله وترك وراءه زوجه معاقه وثلاثه ابناء. هذا مسكين راح لقى ذوك الباطيمات مسكرين، حل ابارتمون، حل شقه وتخلي يعيش فيها هو ومرته اونديكابي وثلاث اولاد. جاو طيشوها، قالوا له واه ذوك الجماعه يجيو يديوها. شكون الجماعه؟ اصحابهم طبعا. بعلق العلام فوق البالكو وطيش روحه مسكين. هذه الوعود تاع الوزراء تاعك يا ابو العتاريس. هذه الوعود تاع الوزراء تاعك ايها الرئيس المقعد. سي محمد توا كومون سا سباس دون ليسباس يا ابو جغللو. شفتوا رانا مكلاسين تروازيام او موند، لا فيل لا بلو سال او موند. ها وفي نفس الوقت خاوتي، في نفس الوقت قرية أمقيدا بولاية أدرار معاناة دائمة وحقرة مبرمجة منذ الاستقلال. واللي يجيبها ثاني نزيد نعطي له هذا الكابريسة وكل يديها. شكون والي كان والي تاع أدرار؟ عبد الملك سلام كان والي في أدرار. كيما دخل كيما خرج، خلاهم عايشين في المعاناة، والله ما على بالهم بجدنا.
خاصة أنتم أخواتي الفقاقير وخاوتي الفقاقيرات اللي عايشين في الجنوب الجزائري. راكم ترقدوا وتمشيوا وعايشين اونتر قيمي فوق 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 الكوفر فور تاع الجزائر. راكم عايشين فوق البترول ومديتوا ولا قطرة. Officialisation de Tamazight, Benflis appelle tous les Algériens à célébrer le 20 avril. هذه لازم علينا نديروها نديروا لها تزغريته هذه جاتكم. هذه لازم نديروا عليها واسمو نديروا عليها نديروا عليها رالي ولا نديروا عليها كورس. شفتوا العجايز تاع الحراير تاعنا القبايل هذو يشبهوا لما ولمك والجده والجداك. هذو انا جمي دونتيفي لنسى هذو مدي زالجيريان تاع الصح. ماشي القرنونه طيبه الحبام وماش بن قفريط هذوك مي ريبريزونتيوني. بصح هذو نسى هذو نشم فيهم ريحه ما وريحه امك وريحه جده وجداك. هم سمعوا الهضره هذه راحوا يجريوا جدكم. داروا ماراطون في استعرف بكم لا نستعرف بكم. داروا ماراطون في الجبال القبائليه جدكم. احنا الوزراء تاعنا وزير الشبيبه والرياضه حق ربي ما يقدر يجري قدام ويجي لنا هذا. كان شوف دو غوفرنومون خاوتي بن فليس بن فليس هذا السبيسياليست تاع الدوزيام بلاس. عجايب دخل جاو بروميير دوزيام وجا كان جرى معاهم كراو جا دوزيام يموت على الدوزيام بلاس خاوتي. اوفيسياليزاسيون دو تامازيغ قال لهم دوكا لازم نقلبوا الامازيغيه لغه رسميه في الجزائر. نعطيكم واحد المعلومه خاوتي سيرمون نسيتوها. السيد هذا كان رئيس الحمله الانتخابيه تاع بوتفليقه في 99. وفي 99 واش كان يقول رئيس عبد العزيز بوتفليقه على اللغه الامازيغيه؟ اسمعوا. ان نو سوري زامي اوفيسيال يا جدكم. بوكو ان نو سوري جامي اوفيسيال في 99 ودوكا في 2015 سي بوسيبل كان سوا اوفيسيال. وعلاه ما خليتوناش نستفادوا 15 سنه من التعدديه الحزبيه والتعدديه اللغويه والتعدديه الجهويه والتعدديه تاع الالسن؟ وعلاه بوركو الامازيغيه سافو بوز بروبليم؟ ها وعلاه الافلان سافو بوز با بروبليم والامازيغيه سافو بوز بروبليم؟ اخي تجيو لينا تقولوا لنا ما تستعملوش المبادئ تاع الدوله باش ديروا السياسه. هي ثوره نوفمبر خي من مبادئ الدوله والله. وعلاه تستعملوا فيها انتم باش ديروا السياسه؟ نورمالمون الافلان اللي انتردي. لماذا؟ لان الافلان ملك للشعب كل. وانتم كيعات البلاد هذه تاعكم منحتونا حنايا الجزائريين باش نهضروا الامازيغيه باش نهضروا الترقيه وباش نهضروا النيليه وباش نهضروا. لماذا؟ ها الدول ها سويس عندهم اربع لغات كات لونغ اوفيسيال. كش ما صار لهم مشكل؟ ما صار لهم حتى مشكل. ها الهند عندهم بضع ومئة لغه. كش ما صار لهم مشكل؟ او كونترير سي اون فورس. انتم اللي حاملين الحقد على اي تحمدوا القبائل نهار صار لكم وراء الاستقلال درتوا فيهم التير منين يهضروا نو. كان دوموندو لكم الروسيه كان لغه رسميه تقبلوا بصح الامازيغيه ما تقبلوش. جدكم يجي هذا دوكا يكذب علينا بعد ان بلغ من العمر عتيه يجي يدز بينا يقول لنا دوكا لا لونغ امازيغ بو دوفنير اوفيسيال. اعطيني الاخرى عشك. واحد اخر ثاني خاوتي لو ميم اكابي هذو الديناصورات القدم هذو اللي راهم واقفين على رصانة ويجيو لنا كذا يقول لنا مازلتم سفهاء. تعرفوش تسيروا بلادكم. حنايا اللي ويش حنايا تو عندكم 70 سنه 80 سنه اخطيو جدنا. خليو رشد نكاز وصحابه ولي جون الجيريان يسيروا البلاد هذه يقدروا يديروا لي ميم زيرور كيما انتوما. وي بصح البلاد تسقم وعلى حاكمين عليها بيد من حديد. وعلى يجي لنا هذا السي حمروش اللي كان ثاني رئيس حكومه واش يقول لنا؟ لا سيتياسيون دو باي غرافيسيم. قداش على بالنا سكت دهرا ونطق كفرا. يسكت يسكت يسكت. سمعتوه كما سمعتوه في الغاز الصخري؟ سمعتوش كما سمعتوه في العهد الرابعه؟ كما سمعتوه كما يضربوا في امهات المفقودين برا؟ كما سمعتوه كما النشطاء الحقوقيين دخلوهم الحبس
كش ما سمعتوه في الاعتداء واغتصاب على الدستور؟ كش ما سمعتوه؟ nothing nothing. كش ما سمعتوا له موقف من المواقف المشرفة بخصوص السياسة الخارجية للجزائر، سواء تجاه مصر، سواء تجاه الأزمة السورية، سواء تجاه الأزمة الليبية، سواء تجاه الأزمة في مالي؟ nothing. وذوك يجي يقول لنا لا سيتياسيون دو باي غرافيسين. الله لا يتربحكم جميعا اختو جدنا، خليوا الشباب هذا جدكم خي الشيف تاعكم قال لنا نربح العهده الرابعه ونعطيكم المشعل، اعطوا المشعل للشباب يا جدكم. علاه خاطمين الشعب الجزائري؟ علاه خي عمرتوا جيوبكم ودزتوا لا فاميليات تاعكم يعيشوا برا؟ خلاص اختو جدنا. دوكا الجمارك الجزائريه التي تقدر تسرقك في وضح النهار. هذا ما سمعت خاطرش يا اخي نوب، ما نطلعوش ما تطلعوش، هذا 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 منكر، هذا هذا منكر. او قلبونا كي دواب والله، كي دواب او رانا دواب يا صعيبات، انا ولينا دواب. لا 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 لا. شفتوا هذا هذا السيد، هذا مواطن جزائري خاوتي في الميناء تاع العاصمة، حط السلعة تاعو وقالوا له روح روح سلك الموندا، راح سلك الموندا. جاء طارت السلعة في ميناء داخل ميناء الجزائر. شكون اللي كاين؟ كاين غير رجال تاع الجمارك فقط والشرطة. شكون يديهم؟ راح يديهم المسافرين، يسرقوا الدقلة، يسرقوا زيت الزيتون، يسرقوا السلعة تاع الناس، يسرقوا يدخلوا ويحوسوا في الكابات، يسرقوا الريحة، تحشموش. هذه هي أول صورة تمدوها للمواطن الجزائري المغترب عندما يعود إلى بلاده، هذه هي أول صورة تمدوها للسياح اللي يجيو يزوروا بلادنا. ما كانش مواطن جزائري معناش من الجمارك الجزائرية، ما كانش إنكزيستون. هاي مافيا الجمارك تبتز المغتربين بالعاصمة ووهران. لا العاصمة ووهران فقط، تو لي بوان تاع الأدوان في الجزائر أكل أكل، يسرقوا في الغاشي. تخيلوا جيب طونوبيل تاعك ولا فامي تاعك باش تعقب فيها شهر، تخرج من الادوان لازم تعطيهم 200000 ولا 300000 لاسيرونس. شكون هذوك تاع لاسيرونس؟ والله واحد ما على بالو بهم، بيروات حاطينهم. والبوليسي كي تجي خارج يقول لك درت لاسيرونس، تقول انا عندي اسيرونس، تقول انا عندي اسيرونس انترناسيونال، هاي مكتوبه. يقول لك لازم دير اسيرونس 200000، وكاش ما يصرالك والله ما يقلبوا لك فرنك. هذه شركه التامين، شكون رخص لها باش تكون في الميناء؟ من رخص لها باش تكون في الميناء؟ يديروا لك طامبون، والله ما يسقسيوك مام با عندك البيرمي، والله ما يسقسيوك مام با عندك الكارت كريس تاع الطونوبيل. المهم ينحيوا لك 200000 والله 300000. يسرقوا فينا عيناني، يسرقوا في المواطن الجزائري عيناني خاوتي. كيفاش هذه بلاد، هذه بلاد، هذه سيروره طبيعيه للبلاد، تجيو تكذبوا علينا وشاك فوا تقولوا لنا اي العداله راهي تدرس في ملفات. واش من ملفات؟ واش من ملفات هي تدرس فيهم؟ الهويه تاع المواطن المسكين تكسروها، نحيوا لها الشمع، تكسروها وتحوسوا وتسرقوا فيها. واحد نعرفوا خاوتي حللوا الهويه تاعو وسرقوا له الحوايج اللي فيها، لقى قعره قد تسخط من الفوق. بعد راح لدبي في العلمه، لقى السلعه تاعو تتباع في العلمه. شكون خرج السلعه تاعو من الجزائر؟ شكون اللي باعها في العلمه؟ كيفاش خرجت؟ خي الكونتينر يجي مشمع وخي يجيو زعما الجمارك ويقصعوا يقطعوا هذيك الشمعه ويديروا الكاظنه ويكتبوا المحضر ويقولوا ها واش فيه؟ كاين صحابهم حق الله تعالى خاوتي غير لي كونتينر تاعهم ما يتحلوا. ونعطيكم مثال على ذلك، نزيدكم مثال على ذلك خاوتي، دي ماتيريال ميديكال كونتروفي دون زوبيتو. ها هو ماتيريال ميديكال جديد زعما جايين من لازالمان ومن ليزاميريك ومن فرنسا، مكتوب عليه ميد ان جيرماني ميد ان يوسا، ومخدوم في الاتحاد الاوروبي، هو اصلا مخدوم في لاشين. شكون اللي يجيبهم هذو؟ كاش مواطن جزائري عادي يقدر يجيب الماتيريال ميديكال خاوتي؟ كاش ما مش كل صحابهم، كاينين الناس ماتوا لان هذا الماتيريال الي ديفايون. قتلوا المواطن الجزائري
والجمارك عندهم باعوا من المسؤوليه. شكون اللي خلاهم يخرجوا هذو خاوتي؟ شكون؟ اه نورمالمون هذ المسؤولين كرهم في الحبس، قتلوا الناس. ها les enquêteurs n'écartent pas cependant l'implication de certains responsables d'hôpitaux et de CHU du fait que ces escrocs opéraient en toute quiétude. مدراء تاع المستشفيات والمراكز الطبيه وكل كانوا دو كونيفونس معاهم يدوا في تشيبا ويقتلوا في المواطن الجزائري، ويجي لنا ريسبونسابل تاع التجاره واش يقول؟ لن نرضخ لضغط اللوبيات الاستيراد واصحاب النفوذ. لوبيات واصحاب النفوذ، المواطن الجزائري البسيط اللي يحب يتاجر يقولوا له ممنوع، يجيب كونتينر يديروا فيه التير يحلوا له الكونتينر ويعطيوه الاموند بسحومه الحاويات تاعهم والله ما تتحل. واحد صاحب هذا السخش هذا بن حمادي، شكون اللي ما يعرفش بن حمادي؟ عنده لوزين تاع كوندور، ها كوندور يدير تليفونات ويدير لي ماشين زلافي ويدير الفريجيدارات والتلفزيونات. ها خرج لنا تليفون جديد اليور انف، كي تشوف هكذا اليور انف تحير يا جدك، بصح كي تروح تشريه يعطيوك ضمان تاع عام، غارونتي عام يا جدك، تقول له كش ما يصير الاخرين يقلبوا لك. وش يقول لك البياع؟ يقول لك صلح ربي. قال لك تمشي به ثلاث ايام ومن بعد يحبس يا جدك. هذا هو اليور انف. على بالكم باللي في القانون تاع الجمارك كيما تجيب سلعه مش 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 مكموله سومي فيني تسلك 5% ضرائب تاع الجمارك، وكي تجيبها مخدومه فيني تسلك 17% حتى 20%. ايبا هذا بن حمادي خاوتي المدير العام تاع كوندور يجيب حاويات يديهم من العاصمه حتى للبرج مسكرين مشمعين، ما على بالناش لا فيهم السلاح، ما على بالناش لا فيهم الكربيل، ما على بالناش لا فيهم تليفونات اليور انف مخدومين في الليترانجي، ويسلك عليهم 5% وكانهم مونتي في الجزائر وهما اكل فيني. صافي دير باللي راهو يسرق في الخزينه تاع الدوله، كيسلك 5% اوليو دو 20%، والمواطن الجزائري التاجر الجزائري البسيط مسكين يسلك 20% خاطرك الحاويه تاعو تفتح. لي غرون بارون هادو كيما ربراب كان هو ريبريزونطون تاع سامسونج في الجزائر، كان عنده زين كبير في سطيف فيه كات اونغار. ابا اونغار طاحت واحد النو بزاف بزاف بشراره غزيره، ابا غرق واحد الهونغار غرق كان يخدم فيها الفريجيدارات، هذوك اللي تلقاهم لداخل في الفريجيدارات هذيك لا كاركاس البيضاء هذيك كان يخدمها ثم. ابا غرقت لما شنو كل غرقوا. ابا سوبر ابتيسمون واحد 6 أشهر ولا 7 أشهر ماذا حدث؟ تحرق الهونغار، تحرق الهونغار. ابا تامين قلب له 70 مليار كلش خردة لداخل دافعها 70 مليار، ودوكا سامسونج ربراب قال لهم انا ما نديرش سامسونج، إن بلو ريبريزونتون اكسكلوزيف تاع سامسونج في الجزائر. كاين ذوكا ريبريزونتون تاع سامسونج في الجزائر جديد يقدر يبيع وما يخدمش في الجزائر، يجيبهم من الخارج من عنابه. كي نقول لكم عنابه ما على بالناش شكون هو ذوكا ريبريزونتون اكسكلوزيف تاع سامسونج في الجزائر، وهذو الحاويات تاعهم لا تفتح. قوانين الجمارك لا تطبق على هؤلاء الناس، تطبق على التجار الصغار مساكن اللي راهم ماسين فيهم التير. في نفس الوقت الدوله ما تساعدش هذوك التجار، واش تساعد خاوتي؟ هاي بور ايدي لوزين دورون ليتا باس كوموند شي رونو. المواطن الجزائري فايق ما تلعبلوش، سيرتو في الطوموبيلات ما تلعبلوش. ابا شافوا باللي رونو 120 مليون ما تسواهاش، 100 مليون يجيب واحد اخر منها وماشيه وخر منها. ابا الدوله الجزائريه تالمون طري طري جونتي، ابا دوكا طلبت من الوزارات اكل من الادارات اكل من الوزنة اكل اللي تابعين للجزائر باش يشريو ديرونو من عند هذا اللوزين. تسمى فرنسا جاو لبلادنا عطيناهم الارض بزيرو دورو وجابوا معاهم 2 دورو، وحنا حطينا الملايير المليارة وقالوا لنا دوك نخدموا لكم الناس، وما خدموا لنا حتى واحد غير صحابهم بيان سور، ودوكا الدوله تشري من عندهم. انا فقيقير غدوه دير لي وزين انا نجي هكذا، ها عبد السلام ما يجي ايوب يجي الفقاقير اللي عبر العالم وكل حراقه حلوا لنا اوزين نجيو حنا ثاني هك. التاجر الجزائري ما عندوش الحق باش يدير تجاره ويدير بزنس في الجزائر،
طربكتوه باش تحوسوا تخليوا غير صحابكم سور لو تيرا. هذه هي السياسه المنتهجه من طرف بائع غازوز تاع الحلو وصحابه سي محمد. لازم تريسبيري وتشيكسبيري يا سي. قالت ان الرئيس لن يورث الحكم لشقيقه والجزائر ليست مصر. حنون وزراء الاوليغارشيه يعرقلون التزامات بوتفليقه. اذا طيبت الحمامه زين الفقاقير راح طلع لي البرقه خرجت لي سخانه بصح مازالت ما طلعتش البرقه برك. اي ديفوندي على عبد العزيز بوتفليقه وتقول لنا تجي تقول لنا لانها هي بلوز انتيليجونت علينا ومثقفه علينا وتهضر القوريه وفاهمه السياسه الداخليه والخارجيه للجزائر. تقول لنا على بالكم ليه ما نجاش بوتفليقه؟ إيه الغلطه مش فيه، الغلطه في الوزراء تاعو، مش داروا اوليغارشيه ومش يطبقوا في التعليمات تاعو. حتى واحد ما جاب دليل انه اخو رئيس الجمهوريه عنده علاقه بالفساد او انه كون هو امبراطوريه من المال العام. شفتوا خالتي عنده حتى واحد ما جاب دليل باللي اخو الرئيس عنده ملف تاع فساد والله كون امبراطوريه من المال العام. الامبراطوريه تحدد شكون اللي دارها؟ طيبت الحمام. امبراطوريه تاع مسيو حدد من يقف وراءها؟ روحي للطفل صغير سنه اولى ابتدائي قولي له شكون اللي دار مسيو حدد؟ يقول لك سي مسيو سعيد. الناس كل على بالهم، انت على بالك. هذا هو الادهى والامر. شتو خاوتي العمال، نتوما اللي راكم تتفرجوا فينا، تقبلوا باش هذه تكون رئيسة الحزب تاعكم. هي تكذب على الشعب عيناني، هي تكذب عليكم عيناني، هي ماشي عليكم ديدي باراشو. كيفاش تقبلوا باش شخصية كيما هذه كانت بكري ضد هذه المنظومة، كانت تدي في القزولة في الطريق، دوكا ولات تدافع على منظومة فاسدة. بصح أنا نقبل. اللي خاف سلم خاوتي. اللي خاف سلم، معليش ونسكتوا، ما نشاتي نوليو كيما سوريا وليبيا. وعلى دائما تكومباري والجيري لسوريا وليبيا؟ يا ما تقولوا ليش شاتي نوليو كيما لا سويس وكيما قطر. علاه تكومباريونا دائما البلدان الدامية؟ اللي صار فيهم الباطل، واي؟ شفتوا؟ هذه سياسة منتهجة خالتي. اوليو يكومباريونا مع الدول اللي عندهم لي ريشاس تاع الجزائر، يكومباريو فينا مع الدول اللي راهم يموتوا فيها الأطفال. باش يقولوا لنا أطوسيو، تهضر يموتوا الأطفال، ويموتوا الشيوخ والعجايز، وتولي تدخل الدار الرابعة. هذه السياسة المنتهجة من طرف هؤلاء، وجابوا أبواق لازم يبشروا الناس بهذه الأفكار، من بينهم طيبة الحمام خاوتي. هؤلاء الوزراء اللي راكي ضدهم وتدافع على بوتفليقه، خي مسيو بوتفليقه هو اللي جا دارهم واحد واحد. سي سعيد بوتفليقه كي برون لو تيليفون ويدير وزير واحد واحد. جيت تكذب علينا؟ تظنين باللي مسيو عبد الملك سلال هو اللي دار سون كابيني مينيستيريال؟ جامي دلا في، جامي او غران جامي. انت اعلم اكثر منا جميعا باللي بوتفليقه هو اللي يدير في صحابه، هو اللي يدير في لي مينيستر. Il fait et défait les ministres. هاو 30 هكتار في خنشله لابن الوزير واحد اقاربه بطرق غير قانونيه. لماذا ما تهضريش على امبراطوريه الفساد اللي دارها بوتفليقه وخوه؟ هاي قلت لنا ما كانش دليل. اقراي الصحف، اخرجي للشارع، اسمعي للناس، سوف ترين الف دليل ودليل. هاو خاوتي الوزراء اللي راهي تهضر عليهم قرنون، وزير سابق للمجاهدين يقرر الإقامة نهائيا في فرنسا. سي محمد أعطاوها أكل خاوتي. هذا اللي كان يسب وجا أون باردون جامي على فرنسا وجامي أن تريتي داميتي مع فرنسا وجامي ولازم يعتذروا ولازم يجيو يسلمونا على صبابطنا وعلى يدينا. دوك أعطاها ويسكن في ليون. يسكن في ليون خاوتي. دا لا فامي تاعو يسكن في ليون. كي تروح ليه تقول له عمي
وعلى خيتي تشتي الجزائر وكنت وزير تاع المجاهدين وتحب التاريخ تاعنا ولازم الخنفوش تاعنا يطلع الفوق الفوق كان يقول لنا ناكلوا حجر وما نروحوش لفرنسا. ما بقاش الجزائر يروح يخدم فرنسا، ان شاء الله ناكلوا التراب نتاع الارهابي. كيفاش نتوما تعيشوا في فرنسا المحتل التاريخي الغاشم اللي قتلوا اولادنا؟ يقول لك والله غير انا مريض باش كش ما يصرى لي اني قريب للسبيطار، ربي يشفيك ان شاء الله. ها وزير اخر القرنون المراديه ليبوز دو شيف رحماني اكير ان بيان ديتا ا 20000 اورو pour le revendre le même jour à 100000 اورو. ها هذا الكتاب زعما اللي كتبوه لي فرونسي الجزائريين ولي مينيستر باري الجي اون هيستوار باسيونيل. خاوتي كاتبين على شيف رحماني. شريف رحماني كما كان وزير وكان هو الديريكتور تاع لا بنك سنترال بعد زمرتو باع لها ابارتمون قد سخط فيها 800 متر مربع 20000 اورو. ومن بعد بعت الابارتمون هذاك ب 800000 اورو. ودي الابارتمون هذاك تاع الدوله تاع الشعب. ما عقبش الدقيقه في السجن خاوتي ولا دقيقه في السجن. في هذا الكتاب يقولوا لنا باللي بوشوارب شرا دوز ابارتمونات ب 1,200,000 اورو. اضرب يا ستي والله تحير تقول اوه ما شاء الله. سعداني قال لك بنته شرا ابارتمون 125 متر كاري في افخم حي في الجزائر. اوه تقول اوه لا 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 كان سكوندال. وفي الكتاب هذا يقولوا لنا باللي ريم بنت عبد الملك سلال شريت استوديو في لي شانزيليزي في غاليري دي شانزيليزي. او لا لا سي كاتاستروفيك. اي اتونسيون مي شادي برك استوديو ب 800000 اورو خاوتي. اي 15 مليار. وكي تاعت خارجه المراه قلت لها نقدر نشري عليك الحوايج. قلت لها شري عليا التلفزيون ب 2000 اورو وهذاك الفوتاي ب 3000 اورو وهذو الكراسه ب 2000 اورو. شريت عليها الاثاث اكل ب 30000 اورو. او تقول تي او سي كاتاستروفيك. وهضروا على هذه وهضروا على كي تحسب تي في الكتاب هذا تقول مسي بيزار اللي هضروا عليهم هذه وكل ما تلحقش 5,000,000 اورو. سا دي باس با 5,000 اورو. المشاكل اللي هضروا عليهم هذو والاختلاسات. ومن بعد يجوا لنا يقولوا لنا يقولوا لنا باللي حجم لي زانفيستيسمون في الجزائر 50 مليار اورو. 50 مليار دورو خرجوا بطريقه غير شرعيه من الجزائر الى فرنسا مستثمرين في فرنسا. ما هضرناش عليهم، هضرنا على 5,000,000 اورو تاع جماعه انكزيستون في الساحه السياسيه في الجزائر. على بالهم باللي لا تسمن ولا تغني من جوع هذه القضايا. رامي يهفوا فينا. هذا الكتاب هذا كذب خاوتي حقيقة بصح أريد بها باطل باش يخرجوا الجزائر كذا ويقول لك إيه شفتوه أوني أون تخان فيغ دي زانفستيغاسيون. ما هضرناش على عفسة ممتلكات بوتفليقة واحد ما هضر عليهم، ممتلكات السعيد بوتفليقة واحد ما هضر عليهم، ممتلكات شاكي بخليل واحد ما هضر عليهم. أين هم لي 50 مليار دورو كي سون انفستي أون ألجيري أون فرانس؟ كيف خرجوا؟ خي ممنوع تخرج العملة صعبة من الجزائر. كيفاش خرجوا 50 مليار أورو راهي مخبية في البنوك السويسرية وما هدرش عليهم الكتاب هذا؟ هذا الكتاب خاوتي مزبلة والله غير كلاني قلبي. كيفاش شريته 25 أورو زي ما طير جدو في لابوبيل. يكذبوا علينا. هذو بارمي لي ليفر ايفينمونسيال هكذا باش يسكتونا ويقول لك شفت الشعب الجزائري كل على باله بهذا المهازل. ايوا الكذابين. شكون اللي ما على بالوش بالوزراء هذو بلي راهم ينهبوا ويسرقوا؟ اهضروا لنا على الملفات تاع الصح. لا بوليس فينونسيير تاع فرنسا خي عطاوكم لي شيفر وعطاوكم لي كونت اون بانك تاع السعيد بوتفليقه، عطاوكم لي زوتيل اللي شارينهم، عطاوكم لي نوت تاع لي زوتيل اللي شراهم لي جينيرو. لا ما جبتهمش في الكتاب. يكذبوا علينا خاوتي. ان اوتيل سور 10 من نهار جا بوتفليقه، فندق من بين 10 فنادق في فرنسا شريته شخصية جزائرية خاوتي. ما هضروش عليه. يكذبوا علينا. الوزير الأول يأمر الحكومة بالرد على تساؤلات مجلس المحاسبة
مجلس المحاسبة الذي حاسب بوتفليقة في 1981 وأقر بأنه سرق 300 ألف أورو من الخزينة من خزينة الوزارة الخارجية. بعد جاء بوتفليقة قال لهم نو والله كنت راح نبني بها إيمابل الوزارة الخارجية سيلافيني نقولوا كانش منها قلب نص سوارد ولحد الساعة مازال ما قلبهمش. لذلك عبد العزيز بوتفليقة يكن حقدا دفينا لمجلس المحاسبة دير غير أصحابه. دوكا يجي لنا هذا رئيس الحكومة يقول لنا لازم الوزراء بتبرير نفقات 2015 يبررون نفقات 2015 فقط نفقات فقط ما يبروش لي بيدجي تاعهم لا يبررون ذلك ما يدومونديش للوزراء كيفاش دوكا طفلة تمشي في الشارع يطيح عليها بالكو يقتلها ما يدومونديش للوزراء باش يعقبوا امام مجلس المحاسبة يقولوا لهم كيفاش شريتوا ديزابارتومونات في باريس في افخم وارقى احياء باريس خاوتي ما عيطش بن قفريط ويقول لها كيفاش كومون تي اوز تقولي لاولادنا اقراو في السيدي السلام عليكم شيخ عليكم السلام الاسم الكريم بروبا الخير شيخ بروبا الخير نعم نبدأ وراك واجد واجد شيخ سؤال الأول يقول اذكر لي ثلاث أنواع من السمك أنواع من السمك نعم السردين السردين المقلي مشوي المشوي على مش على جمر وكانت مربي يرحمها دير لنا الله يرحمها سردينا في سردينا الشيخ هكذا ودير لها ثوم الحار وكمون ودير لنا كلي طاجين هكذا تجي تسخف شيخ تسخف اه ملي حاجه جي بون شيخ سي بون سي بون سؤال ثاني يقول كيف يتم تنقيب عن الغاز الصخري تنقيب عن الغاز الصخري نعم كما يدل عليه اسمه فإن الغاز الصخري يتواجد في الصخرة الصخرة كما قال رئيس الحكومة رئيس الحكومة وسهل تنقيب تاعو تأخذ الصخرة التي يتواجد فيها الغاز الصخري نعم. وتضعه في الكوش بيبي هكذا قال لنا شيخ وتعصر عندما تعصر الكوش بيبي يتقاطر الغاز الصخري الشيخ سي بون شوف الان لازم تعبير شفوي بدون تحضير نعطيك ثلث انا جيد في التعبير الشفوي صح نعطيك ثلث ورق تخير واحده منهم اوكي خير واحده تفضل خير الامور او سطرها نعم رقم زوج ها رقم اثنين السؤال يقول ذهبت مع عائلتك في فسحة لكن عائق أفسد عليكم الفسحة قص علينا ما حدث في الصباح الباكري أفطننا أبي في منزلي وقال لنا هيا بنا لنذهب إلى الفسحة فدخلنا جميعنا إلى سيارتي واتجهنا نحو الغابة لكن فجأة تعرض لنا عائق في الطريق ومن ورائه كوفة من العوات القيشة لكن أبي خرج بالكاريكي الكاريكي تاع العجلة وقتل كل العوات القيشة وذهبنا إلى الغابة وأمضينا نهارا جميلا جدا أنا لي ما عنديش نهار جميل راح نطرح لك سؤال تعجيزي لا ما عندكمش تاع موبيليس خي قتلتونا بقاف قاف 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 قسنطينة عاصمة الثقافة العربية من ندبة إلى ندبة ومن مهزلة إلى مهزلة شوف قال إنهم ديمقراطيون الوالي واضح حسين يصرح
كي سقسينا حنايا حفيد تاع العلامه الكبير عبد الحميد بن باتيس، قلنا له واش تقول عبد السلام يرحم والديك، واش تقول في الستاتيو تاع جدك؟ اي جو بلان لارتيست اللي دارها، يعني لا اسكو يقدر يعاودها، لا كان ما يقدرش يعاودها، ربي يعطي له العمى. ما فهمي تاع عبد الحميد بن باتيس، ما عرفتش عبد الحميد بن باتيس، لو ناس با لو ني، لي زيو سي با لي زيو، وجهه قد اكثر من السريفه تاعو خاطر. هذا هو الاجلال والتقدير، ويجي الوالي تاع خصنطنه ويقول لهم اوني دي ديموكرات، الشعب ولا فامي تاعو ما عجبهمش نحيناه. دوك خلاص لا بالي دون فوتر كون، دوكا لي زارتيست الجيريان ديروا لنا واحد اخر منها. وليه ما دومونديتوش في السنوات هذو لي زارتيست الجيريان باش يديروا منها، يديروا واحده مليحه؟ وعلاه؟ باسكو انتوما تباكليو كلش باش الميزانيه تنهبوها وما يديهاش الارتيست الفنان الجزائري. عندنا فنانين جزائريين بصح راهم يضربوا في الكسره والبن، وانتم راكم تضربوا في المشوي يا جدكم. ويجي يبرر كيفاش ديروا عفسه تسوى 1 مليار ومن بعد تخرجوها في الليل، جابوا البال امريكان 3 تاع الصباح باش الشعب ما يشوفهاش وطاروا بها. شفتوا هذا هو الاجلال والتقدير للعلامه عبد الحميد بن باديس، ولاو يطيروا به في الليل. وجي هكذا يقول لهم أن بأن التمثال لم يكلف الدولة ولو سنتيما واحدا وكان اجتهادا من أحد المقاولين. والي إلي أونتران دو ديكلاري باللي كاين أن ديلي، ستان ديلي هذا. كيفاش أن أونتربرونور يعطيك هدية بمليار؟ لازم تجي أمام مجلس المحاسبة تقول لنا باللي هذه هدية بدون مقابل، وتجيب لنا لي بروف باللي هذا المقاول ما دا أوكان بروجي في قسنطينة عاصمة الثقافة العربية. كان دا بروجي صافي دير بلي هذه هدية تاع سرقة وتاع نهب وتاع ديلي دينيسي وتاع محاباة. شفتوا خاوتي الوالي يقول لنا بلي سيت ان اونتربرونور اللي مدها كادو. لي زونتربرونور الجيريا اللي مدوا كادو تاع 1 مليار نعرفوهم بزاف بزاف. باش نعطي لكم الاحترام اللي راهم عاطينه هذ الناس اللي ممتلكات الشعب والحكومه، جو ني اوكان كومبلكس كالكوت 5 او 50 مليار دو سنتيم. سقساوه قالوا له الملحمه الجزائر لوبيرا هذه قداش قامت صاحب 5 ملاير؟ قال لهم صام ديرونج با تسوى 5 ملاير ولا 50 مليار. ها جو ني سوي با فوتر كونطابل، هكذا المسؤول الجزائري يتحدث مع الاعلامي الجزائري. قال له مانيش المحاسب تاعك. ودوك ينحيوا له لاكريديتاسيون والله مزيد يحط فيها كراعه في قسنطينه. هذا الاعلامي مسكين، هذا هما الناس اباء الحناكيك اللي راهم يسيروا في هذه التظاهره خاوتي. حوسوا يغلقوا علينا بالدوبل بلا خاوتي، والله غير رايحين يسكروا علينا نموت والله نحيوا كيما راهم يدير السيسي ذوك الفلسطينيين. شفتوا هذوك الخنادق اللي كانوا يدخلوا فيهم الماكله، هاو يطيش فيهم عمرهم ذوك بالبيتون ارمي. السيسي بريزون افي بور سو كي كروز دي تونيل فار غازا. هذا هو السيسي اللي جا شاف القائد العام للقوات المسلحه في الجزائر، ها او يدمر في خاوتنا في فلسطين بالاسمنت المسلح. سي سي محمد اون ذا سيم تايم لي جون الجيريان راهم يموتوا في عرض البحر. دي زالجيريان بارمي لي ديسباري. ابو العتاريس لا ما تعيش الوزير الشبيبه، وزير التعليم، وزير الاقتصاد، وزير التجارة، تقول لهم كومون ساسبي؟ الجزائر من المفروض يهربوا لها الناس، عندها من الثروات ومن القوة ومن المساحة ومن الإمكانات، نورمالمون الناس يهربوا لنا، كيفاش يهربوا منها الناس؟ أبو العتاريس كش ما هدرتوا في اجتماع حكومي خطرة على لي جون ألجيريان هذو اللي راهم يموتوا حراقة. عمي اليمين المره اللي فاتت يا جدك، عمي اليمين سي لو سول بريزيدون الجيريان اللي ديميسيون اخوتي له وعليه، بصح سي لو سول بريزيدون الجيريان كي ديميسيوني. عطاوه فيلا في 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 اعالي العاصمه ومرسيدس وطنوبيل وجابوا له الفاتح. قال لهم انا راح نسكن في بيتنا او دوكا في دارو مع لا فامي تاعو ترانكيل. لان ديرار سي سني لو سول بريزيدون كي ميريت لو ريسبي خاوتي. بصح عمي اليمين قلت لك انايا روح اهضر لنا عمو الشريطه تاع الصح، ماشي هذا على بالي بلي سبيساليست تاع مسيو الشريطات، هذا ناس مليح على بالي به. بصح عندنا واحد مسيو اليمين
او يجي ريفينا بالشريطه يا جدك، روح قول له باللي آن الاوان باش تمد المشعل حتى يسمعوا لك ويحترموك. آن الاوان. اه عمي اليمين لما تجيب لنا شي واحد يدير البسكليت يرحم والديك، ها نتاع تركي اردوغان يدير البسكليت، شتي احنا نشوفوا رئيس يزرع فينا البيبس يا جدكم، يزرع فينا لا فيغوسيتي يا جدكم. ها وعليها منين من نشوف الرئيس تاعنا يتحنى المورال يا جدكم. اردوغان صنعنا اول دبابه وطائره واول قمر صناعي عسكري، وزرعنا 2 مليار 770 مليون شجره، ونقلنا تركيا من ترتيب 111 الى 16 بالعالم بالقوه الاقتصاديه، وانهينا ديوننا، ونقلنا تركيا من صادرات 23 مليار الى 153 مليار، ونخطط لتفريغ 600 الف عالم للبحث العلمي في غضون 10 سنوات. خطوطنا الجويه نالت المرتبه الاولى اوروبيا، شعبنا وحده له الحق أن يحاسبنا بصناديق الاختراع. لله درك يا أردوغان، دبروا لنا واحد عمي اليمين، دبروا لنا واحد تقدر يرحم والديك. عمار الغول جاء منعتنا في الطيارة، خدموها الناس وشريناها بسوارد البترول وفرحان ويخطب علينا. ها أردوغان يدشن أول طائرة تركية الصنعة، في نفس الوقت أسرقان يدشن طائرة مستوردة. هذا هو الفرق بيننا وبين تركيا. حبيت نخلص بهذه الدعوة إلى ذوي القلوب الرحيمة. خاوتي البنت ميلينا تعاني من ورم في بطنها، عندها سرطان ربي يشفيها إن شاء الله. راكم تشوفوا في الصور نتاعها. دونك إذا اخترتوا تعاونوها اتصلوا بنا وحنا نعطيكم لي كوردوني تاعها كل إن شاء الله. يسيفي دون بيتيت أوبيراسيون في الخارج طبعا، ما نقدروش نديروها في الجزائر، والطبيب اللي يقدر يديرها في الجزائر اهلا وسهلا بها، اتصل بنا باش نعاونوا ميلينا ان شاء الله ربي يشفيها. حبيت نخلص بحاجه بوزيتيف كوم دابيتيت خاوتي. ها الشباب الجزائري عندما يتفطن بانه هو صاحب هذه البلاد، ها الشباب في وهران ديسيدو باش ينظفوا المدينه الشارع تاعهم. ها لازم حنايا ناخذوا بعين الاعتبار باللي هذه الدوله لن تتغير اذا ما تغيرناش حنا. ماشي لعاد الميري يخلينا الطرق تاعنا فيهم غير القعر واللي تروح حاشاكم، لعاد يخلي الشوارع تاعنا خامجه احنا نقبلوا هذه الخماج وهذه هي الاوساخ. ها شباب وشابات خرجوا الخميس والجمعه والله الجمعه والسبت ونظفوا الشارع، وهذه الحملات لازم ديروها في الجزائر وكل. ها وشباب جزائري في مدينه سطيف البنوات هذوك اللي كنا نطيشوهم وكانوا يشوهوا الطرق تاعنا، ها مبنتروهم وداروا فيهم الازهار والاشجار. هام كيفاش ولات الشوارع في مدينة سطيف وفي مدينة وهران. ها يسيفي دان بوتي بو باش تولي حياتنا شوية زهوانة وفيها ابتسامة. يعطيكم الصحة ولادي. ها دي زينيسياتيف لازم الشباب الجزائري يبرون دي زينيسياتيف. يعطيكم الصحة ولادي بارك الله فيكم. المؤرخون نهار جات فرنسا في 1930 الجزائر كانوا يكتبوا يقولوا بلي هذه المدينة نظيفة وهذا الشعب نظيف، لازم نرجعوا كما كنا بكري. بارك الله فيكم خاوتي. خلاص واش قالوا في الجورنال، تلقونا الجمعة إن شاء الله. بقوا على خير. أختي العزيزة سامحيني ما كتبتلكش من قبل.
ما تنسيش تروحي تزوري القبر نتاع ما وبابا وسلمي عليهم بزاف وقولي لهم دعواتهم راهي سترتنا. كاش ما تحتاجي نبعث لك اختي، راني هنا ونهار تربحي الباك نديرو فيها عرس ونجيبك نعيشو مع بعض في لندن ان شاء الله. أربي جيب الخير هاد العباد ما خلى والو اللي يجي يصدمها سعيد هو ساهله في حواله أو دي قول هذا المصير واحد لا على باله جيبوه أبو الفقاقير وقطيطوش يقولوا هالو قالوا قالوا وشي قالوا قالوا في جرنان مكن والو قالوا كلها وحوالو كل شي نورمال قالوا قالوا وشي قالوا قالوا في جرنان